على التليفون طبعا الاستاذ دكتور فتحي ندى، رئيس نقابه المهن الرياضيه. دكتور فتحي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا بحضرتك فتحي. طبعا حضرتك كنت متواجد، حابين نعرف من خلال حضرتك ايه اللي حصل ورئاسه الوزراء اتخذت هذا القرار ليه يعني التاكيد على وجود الانتخابات. هي ما اتخذتش قرار التاكيد على موضوع الانتخابات. انا وجهه نظري الشخصيه ان احنا كنا رايحين ان احنا نوجد حلول، هي ما حصلش اي نوع من الحلول، وده العتاب اللي المفروض يكون موجه، ان انت رايح للدكتور حازم الببلاوي بصفته رئيس مجلس الوزراء انه يكون حكم بين السيد طاهر ابو زيد وزير الرياضه والمستشار خالد زين في قضيه انا قلقان منها. انا بصفتي المهنيه وبصفتي الرياضيه كابتن خالد، انا الان ان احنا نبقى في عزله حقيقي، انا الان جدا. طب معلش استاذ فتحي، عزله ليه؟ يعني انا يعني بص يا كابتن خالد، انا بعد اذن حضرتك في بالنسبه للقانون، انا يعني بجانب ان انا استاذ كليه التربيه الرياضيه والنقيب، انا دارس واخد ليسانس حقوق واخد دبلومه في التحكيم الدولي، تمام، ومدرك كويس جدا ان 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 القانون المصري حتى في القضاء في الاحكام بتاعته بيراعي فيها المواثيق الدوليه. تمام. فانت مصر موقعه بالفعل على حاجتين اتنين، الميثاق الدولي للتربيه البدنيه والرياضه اللي بدا سنه 52 موقعه عليه سنه 78. تمام. بيلزمك بالتعاون الدولي. تمام. الجزئيه الاخرى الميثاق الاولمبي. تمام. انا النهارده يعني ضد فكره الاستقواء وكذا، بس كان الهدف ايه؟ ان الاطراف تقعد مع بعض وانا نبعد الموضوع عن الخلافات الشخصيه ونتكلم على مستوى المسؤوليه. ان انا بصفتي رئيس للجنه الاولمبيه وانا بصفتي وزير للرياضه، ونقعد نقول ايه الحلول اللي ممكن تتم، انما ما نبقاش متخاصمين. انا اتخاصم او ازعل من الكابتن خالد على المستوى الشخصي، انما على المستوى المهني او الوظيفي انا مش من حقي ولا من حق حضرتك. ده يعني طب معلش دكتور فتحي، هسأل حضرتك سؤال. احنا دلوقتي بنتكلم على جمعيه عموميه هتختار يعني رئيس مجلس ادارتها، يعني سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي، وبالتالي كان مده المجلس الادارات دي انتهت مدتها 4 سنوات، وكان المفروض ان في انتخابات تم فتحها والدوله مدت للمجالس دي على اساس ان الدوله كان فيها ارهاب وضرب وحاجات في شهر بعد شهر 6 يعني. فبالتالي ايه التدخل الحكومي في فكره ان يكون في انتخابات انديه والجمعيه العموميه هي اللي تختار؟ ان حصل ممثل في جلسه ثلاثيه ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه وما بين اللجنه الاولمبيه المصريه وما بين ممثل وزاره الرياضه في لوزان، هم المفروض اتفقوا. لما اتفقوا اللجنه الاولمبيه الدوليه بعتت خطاب بتقول فحوى الاتفاق ايه وانتوا عملتوا فيها ايه، والمفروض ان انتم ما تعملوش ما تطبقوش اي لائحه دلوقتي الا بعد اجراء القانون اللي انتوا خدتوا مهله فيه لغايه شهر 6 اللي جاي. انا المفروض انا طلعت من الدوله واحنا ثلاثه رحنا هناك عشان يشتغل حكم ما بيننا اللجنه الاولمبيه الدوليه، كنت لازم التزم. ده العتاب اللي موجه دلوقتي يعني. بس برضو انا متفق مع حضرتك، بس برضو يعني ايه اللي بيختلف في الميثاق الاولمبي عن فكره ان يجي مجلس اداره من خلال جمعيه عموميه؟ انا مش شايف اي اختلاف، ومش شايف ان احنا نلغي قانون البلد ونلغي لوائح البلد لغايه ما طلع قانون جديد. يعني طب افرض حصل كارثه، نمشي ما بنمشيش باي قانون؟ يا كابتن خالد مفيش حاجه اسمها كده، بس في بعد اذنك عشان ما نقلش لجزئيه ثانيه، هم مش ضد سيادة الدولة ولا هيبة الدولة ولا. طب ما هو بيقول لك لا ما تمشيش بالقانون القديم، ما تمشيش بلوايح، اما تطلع قانون يبقى شيل الناس. هو مش هيشيل حد، ده هو هيعمل الانتخابات اللي دعا اليها الاهلي والزمالك. يا كابتن خالد استاذن حضرتك، في فرق ما بين الرأي المنطقي وما بين التزام بعهود ومواثيق دولية. انا النهاردة لما اقدر اقول في اي جزئية مثلا التزام بحقوق الانسان، التزام باي معاهدة موجودة في الامم المتحدة مصر وقعت عليها، لا تستطيع انها تقول
انا كان عندي في ظروف كده. ايوه بس حضرتك الاتفاق ده مش مواثيق، ده مش اتفاق وعهود، ده مش حاجه احنا مضينا عليها. ده اتفاق ثلاثي قاعده كده ساعه ونص والناس قامت، لكن مش قاعده، مش ميثاق دولي مصر مضت عليه او كلام من هذا القبيل يعني. لا لا، الميثاق الاولمبي مصر ماضي عليه، انما انا بتكلم بقى ايه لما اختلفت الاراء الداخليه هنا. حصل ايه؟ ان هم راحوا من الاثنين عشان يحكم ما بينهم طرف اخر اللي هي ممثل اللجنه الاولمبيه الدوليه. كان المفروض ده انهم اتفقوا على التزام معين رجعوا يلتزموا بيه حفاظا على مصر. انا عايز اعرف حاجه دكتور فتحي، هو دلوقتي الميثاق الاولمبي حضرتك دارس بيقول يعني ضد التعيين وفكره ان يكون في انتخابات وجامعات عموميه هي اللي تعمل ده؟ لا، هو بيقول لك ان الجمعيه العموميه هي اللي تعمل كل ده، بس في حاله لما يحصل اي حاجه المفروض ان احنا نمد لهم او يتعين بشكل مختلف، واي حاجه غير كده تبقى ضد الميثاق الاولمبي الدولي. ايوه، على فكره مش حاصل. طب اسال حضرتك سؤال، في دول الخليج الشيخ صاحب النادي او الشيخ اللي بيجي الدوله بتحطه او الشيخ او الامير او الحاجات دي تبقى ضد الميثاق الاولمبي؟ ده قطر كل رؤساء الانديه شيوخ، ورغم كده الاتحاد الدولي عمل كاس العالم لليد هناك، عمل كاس العالم لكره القدم هناك، عمل كل ده. ليه ساعتها ما كانش فيه ميثاق اولمبي وما قالوش شيل الشيخ ده او حط الامير ده؟ على فكرة يا كابتن خالد، لما بنتعامل في القانون ما بنقولش اشمعنى، ما فيهوش اشمعنى. لا، أنا بقول لحضرتك الميثاق، ما هو الميثاق الأولمبي الدولي، اللجنة الأولمبية الدولية لا تتعامل ليه مع دول الخليج بمنطق إن دي دول كل رؤسائها متعينين أو معظمها شيوخ وأمراء وهو اللي بيتحكم في النادي ويمشي ده ويحط ده، ليه ما بتتعاملش بنفس القصة وما بتمنعش كمان إن يكون في كأس عالم لكرة القدم في دولة خليجية، إن يكون في كأس عالم لكرة اليد، إن في كأس عالم في كرة الطايرة وكأس عالم للأندية؟ يعني ليه ما بيتمنعش ده وهم عارفين كويس قوي إن كل أندية الخليج ما فيش انتخابات فيها؟ أستاذن حضرتك يا كابتن خالد، هناك فرق ودي موجودة عندك في مصر. زي مثلا نادي وادي دجلة. هو بيشترك في النشاط وكل حاجة، بس ده نادي قطاع خاص له شكل معين، اللايحة عندك والملكية لأشخاص لأفراد، ما بيتطبقش عليه نفس الأندية الجماهيرية زي الزمالك. ما هو ده اللي أنا بقوله. الأمير والشيخ مش هو صاحب النادي، الأمير والشيخ مش وادي دجلة وليرز البلجيكي ماجد سامي أو سميح ساويرس الجونة. لا، إن الشيوخ هناك مش هم صحاب النادي، هما بيجوا على رأس النادي بدون انتخابات. نادي الشباب انا رحت دبي ما لقيتش عندهم جمعيه عموميه يا كابتن خالد. طيب ليه بقى؟ انا بسأل سؤال مختلف. ما عندهمش اعضاء. طب ما حضرتك ليه الميثاق الاولمبي اللي هو بيختلف مع كل دوت ممشيين المواضيع ومش فارقه معاه؟ ما فيش حاجه اسمها ممشيين هنا، ما انا بحكي لحضرتك ان وضع النادي هنا ما فيهوش جمعيه عموميه، يعني زي الانديه اللي عندنا اللي ملكيتها لاشخاص. ما فيهاش مشكله. هناك في شيخ وفي اعضاء شرف وفي اعضاء مجلس اداره، ده وهو لا يمتلك ايضا النادي، يعني الانديه هناك مش شركات مساهمه في الخليج. يا كابتن خالد، انت اعلامي بتعجبني، انا بس العتاب ان انا مش عايز تفتكر ان احنا لسنا مع ولا ضد، احنا عايزين نبقى مع مصر. والله يا دكتور فتحي، انا بتناقش معاك على فكره الميثاق الاولمبي الدولي. الميثاق الاولمبي الدولي بيكيل ب 100 مكيال، معلش مع حضرتك، قطر خدت كاس العالم، هو في هناك جمعيات عموميه؟ في ايه؟ في قطر؟ لا، ما انا عشان كده بقول لك الوضع مختلف. انت حضرتك باسلوب المقارنه بعد اذنك لازم ينطبق بمعيار واحد. لما تيجي تقول لي ايه انها اتطبقت ليه في مصر وما اتطبقتش ليه في قطر، اجي اقول لحضرتك النادي هنا وضعه غير مختلف عن النادي هنا. يا دكتور فتحي، انا عندي مثالين، مثال شركات مساهمه وواحد رئيس نادي كده زي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونادي بتمتلكه الدوله او هيئه الارض بتاعت الدوله او نادي اجتماعي او نادي فيه 43 لعبه او 20 لعبه او 30 لعبه وفي جمعيات عموميه ليه. لكن مثال ثالث بقى، ولا النادي الشيخ بيمتلكه ولا الامير، بيجي هو الدوله بتحطه على راس النادي دوت وهو بيشجعه
وما حدش بيقدر يشيله الا بمزاجه في الاخر. لكن في النهايه الميثاق الاولمبي الدولي اللي ماضي عليه الخليج واللي كل دول الخليج بتشترك في الاولمبيات وبرضه الانديه اللي هي اصحابها زي مثلا رئيس نادي تشيلسي، برضه انجلترا بتشارك في الاولمبيات ومصر بتشارك في الاولمبيات من سنه ما مضينا حاجه و50 على الميثاق الاولمبي. ليه المفروض تكون المعايير الميثاق الاولمبي مش هو بيقول لك، بيقول لحضرتك بتقول لي لابد ان يتفق مع الميثاق الاولمبي الدولي؟ مش ده صح ولا؟ ايوه. طب يبقى المفروض المعايير الميثاق الاولمبي الدولي تكون واحده على كل دول العالم، ما تبقاش هنا بحاجه وهنا بحاجه وهنا بحاجه. يعني اتفق معاك لو نادي ملك ده اوكي، لكن لو مش ملك او مش شركه مساهمه يبقى كله واحد الناحيه الثانيه. هي اولا الشركات المساهمه يا كابتن خالد دي اللي خاصه بجزئيه الاحتراف، بس عايز ارجع لجزئيه ان الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها وجه الخلاف في حاجه واحده بس. هو بيقول لك الانديه التي لها جمعيات عموميه ولا يمتلكها اشخاص، اللي لها جمعيه عموميه ان احنا من حقنا ان احنا نقول الوضع فيه كذا وكذا وكذا، الجمعيه العموميه هي اللي تختص. طب اذا حصلت ظروف طارئه مدلك قبل كده 6 سنين، انا على فكره انا مش مع المواثيق الدوليه، انا كل خوفي على مصر ان التناحر ده هنطلع في الاخر اللي خسران البلد وهنرجع نقول لبعضنا لا انت السبب، وده يقول انت السبب، ده اللي قاليني يا كابتن. طيب انا عايز اوصل يا دكتور فتحي، اللي وصل مصر لده هم الناس اللي عندهم مناصب دوليه خارج مصر وبيشتكوا مصر. لا انا مختلف مع حضرتك. لا حضرتك طب وليه في الدول الاخرى ما بتشتكيش وهي مخالفه للميثاق الاولمبي؟ يا كابتن خالد احنا عندنا دول حصل لها حاجات وعقوبات. انا بقول لحضرتك انديه دول الخليج ما بيشتكوش ليه؟ يا كابتن خالد انا بعد اذنك بس انا لما يكون الكابتن خالد يعني ناجح في مكان معين، رغم ان انا لست على صله بهؤلاء الاشخاص، بس ولكن لما يكون هو على مستوى معين محقق نجاح دولي ده مكسب لمصر، مش انا يبقى العتاب ان هم يكونوا سبب. لا مع احترامي ما يكون محقق نجاح دولي لمصالح شخصيه لا غير ما يكون محقق نجاح دولي يشرف بلده، لكن اللي بيعمل ده لمصالحه الشخصيه دي قصه تانية. يعني ما اكونش انا باخد منصب دولي على حساب ان انا اوقف النشاط في بلدي، ما هو لو النشاط في بلدي اتوقف هتكون احد اسبابه الناس اللي اشتكت. ما فيش حد يملك ان يوقف، على فكره يا كابتن خالد الشكوى لاي حتى للجنه الاولمبيه مختصه بيها لو بعتها مش اشخاص ولا هيئات، اي هيئه من الهيئات اللي موجوده داخل مصر، لو نادي في لو نادي بعد اذنك درجه ثالثه بعت فيها، بس الناس اللي ما كانتش عارفه بالحقوق والواجبات اللي عليه. يعني ده مش مختص بيه شخصيات بتمثل مصر دوليا، ما تملكش. دكتور فتحي خلافك مع وزاره الرياضه او وزير الرياضه وصلت ليه؟ للاسف الشديد ان انا ما وصلتش لاي نوع من الحل، بالرغم ان ثبت عن طريق النيابه ان هم منعوا دخول العاملين والموظفين والنقابه. طب انا عايز اسال سؤال يا دكتور فتحي، هو انتوا مكانكم في يعني عشان افهم القصه، انتوا ليكوا مكان في وزاره الشباب وانتوا مش مأجرين او دي مش مكانكم او واخدينها عنوه مثلا او قاعدين من غير اي سند قانوني ولا ليكوا سند قانوني؟ ده منذ انشاء النقابه اتنشأت النقابة بالقانون رقم 3 لسنة 87 ومقرها الدور ال 18 في وزارة الرياضة. طب في سند قانوني؟ ما هو في سند قانوني. ايه بقى السند القانوني؟ ان منذ انشائها من يوم ما هي انشئت وهي موجودة في المقر ده. انا عارف مين يعني اللي حضرتك، انا بسأل سؤال والله العظيم قانوني مش قصدي حاجة، مثلا منذ انشائها هل ممكن واحد مثلا كان وزير فاديها لكم هدية كده قال لكم عضو من غير اي اوراق، ولا معاكم اوراق بتثبت ان ده المكان بتاعكم وده المكان يعني عمليا وقانونيا وكل حاجة بتاعكم؟ استاذنك يا كابتن خالد، النقابات هيئات اعتبارية مستقلة، بمعنى ان النهارده هناك بعد في اماكن مخصصه في المحاكم لنقابات لنقابه المحامين. هل ده معناها ان يجي رئيس المحكمه او وزاره العدل تقدر تطلع المكان المخصص للنقابه في المحاكم؟ لا. ارجع لمكان اخر، في بعض النقابات
هي اصلا موجوده على ارض املاك الدوله. هي الشخصيات الاعتباريه ديت يعني ايه؟ يعني انا زي زيه، يعني اللي بيمتلك الوزاره وبيمتلك النقابه هي الدوله. ورغم ده كله احنا ما اختلفناش على كده، احنا اختلفنا على ان هم فجاه منعوا دخول الناس، وانت عندك تصاريح مزاوله المهنه للاعبين والمدربين المصريين والاجانب بيطلع من عندنا. وعندك المعاشات وعندك ملفات لمئة ألف عضو، ولما دخلوا على الأماكن وعندنا مستندات مالية بملايين الجنيهات. وأنا كابتن خالد بقول لحضرتك الكلمة دي ويعلمها الكابتن طاهر، أنا قلت ربما أنه هو ما يعلمش لغاية ما تنتني قابلته وقعدت جلسة ساعة وربع حط النقط على الحروف، واتفقنا على موعد بعدها بساعة وربع، وطلعت في قناة النيل للرياضة أشدت بالوزير، وإن فعلا المفروض الفرد يقابل المسؤول الأول لأنه حط نقطة الحروف وحل المشكلة كذا كذا، وإحنا على موعد يوم السبت اللي بعد القادم. فوجئت إن هو السبت اللي بعد القادم ما عرفناش نقابله خالص ومرضيش، واللي اتحققت نتيجة إيه أصعب، إن منعوا دخول الناس من ال ال المكان لمزاولة المهنة. طب هقول لحضرتك حاجة، أنت حضرتك دلوقتي مش رافع قضية؟ أيوه. يعني اكيد القضاء هيجيب لك حقك لو انت معاك حق، وانا يعني انا معرفش ليه السبب بعد سنين طويله ان انتوا تطلعوا من الـ من الـ من المكان، يعني معرفش ايه السبب، بس في النهايه ده اقرار منك دكتور فتحي ان الدوله ليها فضل على الرياضه، وعلى يعني النادي الاهلي ارضه ملك الدوله حق انتفاع. حضرتك كنت قاعد بقالك، انا هقول لحضرتك على حاجه عشان تبقى بعد اذنك يا كابتن خالد على لساني وانا مسؤول عنها. اتفضل. بيقول لك اذا اختلط المال العام بالمال الخاص، ولو كان المال العام ده نسبه 10% يبقى اللي بيحكمه المال العام، عشان تبقى حضرتك مستريح. الدوله ذات سياده وما فيش حد يقدر يجي ناحيتها. يعني لو اي نادي الاهلي، نادي الزمالك، النادي الاهلي 90% موارده من النادي الاهلي و10% من الدوله بيعتبر كله مال عام، تمام؟ يعني فضل الدولة موجود وسيظل موجود. ما ده اللي انا بتكلم فيه. على العموم يعني بكره في مؤتمر صحفي للمستشار خالد زين. احنا عاملينه انا عامله، يعني المستشار خالد عامله وانا معاه الحقيقة. ايه يعني ابرز الحاجات اللي هتكون موجودة على رأس المؤتمر الصحفي او القرارات او هو انا الجزئية بس العتاب اللي خلينا نواجه المشكلة يا كابتن خالد، ما نقعدش نأجل زي حال مصر ان احنا نأجل المشكلة دلوقتي لغاية ما تتفاقم وتكبر. انا اللي كنت منتظره النهاردة من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ان هيحصل حلول للمشاكل، انما ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة وتأجلت. وادى لده مساحة ان ده يزيد في 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 في, في مدى الخلاف اللي ما بينهم. بس على فكرة دكتور فتحي هي ما تأجلتش، هو الدكتور حازم ببلاوي على حد علمنا اللي اتقال ان القانون هيطلع في مارس والانتخابات هتقام في موعدها، وان المستشار خالد زين عليه انه يبعت للجنة الاولمبية الدولية جوابات بتقول ان مفيش خلاص الحكومة ملهاش اي علاقة وده انتخابات عادية وان في قانون هيطلع وخلاص. ده الكلام اللي وصل لي من خلال الدكتور حازم ببلاوي. هل ده كلام غلط اللي انا بقوله؟ بعد اذنك يا كابتن خالد، انا لما قابلت الدكتور حازم وهو بيقول لي المستشار خالد، انا قلت له هيبعت كذا ويحصل كذا، قلت له ما يملكش المستشار خالد ولا اي مسؤول في الدولة. ليه يا كابتن خالد؟ لانها زيها زي اي معاهده تم الاتفاق عليها ومصر مضت عليها بالالتزام. لو المستشار خالد بعت وجت اي هيئه قالت اشتكت بلاش عضو مرشح في هيئه يقول ان الكلام ده كله باطل. انا اختلف معاك يا دكتور فتحي، لان زي ما هم ودوا جوابات بيشتكوا فيها الدوله وتدخل الدوله وكان الجوابات دي هي السبب في ما يحدث الآن، ممكن بجواب صغير القصة الانتخابات دي جمعية عمومية هي مش تدخل دولة ولا أي حاجة، وإن في قانون طالع وإن جمعية عمومية هتختار الأهلي والزمالك وأي نادي وخلاص. يعني أنا مش شايف إن الرياضة هتقع في مصر لو في انتخابات في الأهلي أو في الزمالك أو في أي نادي. يعني إيه اللي هيوقع لو جه محمود طاهر أو فضل كابتن حسن حمدي أو جه الأستاذ إبراهيم معلم أو جه المستشار مرتضى منصور أو جه دكتور كمال درويش من خلال جمعية عمومية هو بيؤكد عليها وعلى قوتها الجمعية العمومية، مش طاهر أبو زيتا ولا يختار رئيس الأهلي أو رئيس الزمالك؟ لا خالص، أنا بعيد عن، أنا لو سمحت لي أنا ما بتكلمش على أشخاص،
ولا بتكلم على ان اختلاف في وجهات النظر ورأيي ورأيك، انا بتكلم على حقوق وواجبات موجودة المفروض انها تطبق، وإلا انا قلقان على البلد ان يبقى فيها جزء من العزلة اللي طبق. وافتكر ان شاء الله ان شاء الله مش هيكون فيه بإذن الله يا رب. ان شاء الله. شكرا دكتور فتحي ندى رئيس نقابة المهن.